السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. أنا الآن في فندق روز لاين سويتس بالرياض. هذا الفندق طبعا ما في أي شيء. هذا فندق روز لاين، فندق روز لاين سويتس. حلو، توني دخلت الغرفة طبعا وجدت معطر الجو هذا، لقيت محطوط فوق الرف الخشبي هذا مقابل السرير مباشرة فوق، محطوط فوق، محطوط بالشكل هذا. طبعا يا اخوان شكل معطر جو طبيعي، لكن داخله في كاميرا تصوير. هذه كاميرا تصوير تصور، ومكتوب يعني حتى واضحه، يعني مكتوب فوتوكون تصوير. فانتبهوا يا اخوان، انتبهوا. اي واحد ياخذ غرفه فندق شقق مفروشه يتأكد منها بالكامل قبل يحط أغراضه. فندق روز لاين سويتس، حسبنا الله ونعم الوكيل.